شطار ايوه زي القله اللي بيشرب فيها الميه انتوا بضاعه. المصري القديم بيته كان جنب النيل تمام، فكان بيستخدم الطين اللي بيجيبه النيل علشان يقدر يعمل منه فخار. طب هو الفخار ده كان بيعمله ازاي؟ هو كان بيستخدم الطين ده عشان يقدر يشكل من الفخار اطباق وكوبايات يشرب وياكل فيها، وكمان كان بيعمل منه ازايز كبيره اللي احنا كنا لسه قايلين عليها زي القلب زي اللي انتم شايفينها قدامكم، بس كان بيستخدمها يعمل فيها ايه؟ قلنا بيشرب فيها وياكل فيها ويحط فيها الحاجات السايله او اللي هي الحاجات اللي زي الميه. المصري القديم كمان كان بيزين او بيعمل اشكال من الفخار يزين بيها بيته. بصوا راسم حاجات جميله ازاي على القلل بتاعته الكبيره دي، الزلع الكبيره دي. كان بيحب الفخار جدا، ومن كتر حبه في الفخار كان بيحب يرسم عليه، كان بيرسم عليه. بصوا حتى الورق كمان كل دي اشكال المصري القديم بايده هو اللي رسمها، وكان من كتر حبه كمان في الفخار كان بيرسم عليه شكله هو واولاده وهو وعيلته وهم بيرقصوا وهم بيصطادوا. كل الحاجات اللي كان بيعملها في يومه كان بيحب يصورها ويرسمها على الفخار. كمان ده من كتر حبه قوي 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 في الفخار، لما كان حته فخاره صغيره كده تتكسر كانش يرميها، كان بيكتب عليها. ليه تفتكروا ليه؟ ليه كان بيكتب عليه؟ ليه كان بيكتب على الفخار؟ عارفين ليه؟ اقول لكم ليه؟ لا 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 عشان حاجه كبيره. برافو في كمان، برافو في كمان نزلوا عشان المصري القديم ما كانش لسه عنده ورق، فهو بدل الورق الورقه دي مفتوحه اسمعي جواها.